الأسبوع الماضي وبعد ترقص مروان لائحة التوب 5 غادر الأكاديمية لعيش مغامرة جديدة برعاية تويوتا إيجيبت. وصل مروان ليريفان عاصمة أرمينيا، هالبلد اللي عنده تاريخ كبير. التجوال بشوارع يريفان هي الخطوة الأولى اللي قام فيها مروان. تعرف على هالمدينة من خلال هندسة شوارعها وأبنيتها. بهالشوارع كان لمروان محطات عديدة. بالمحطة الأولى حب يعرف كيف ممكن يطلع شكله بالرسم الكاريكاتيري. هذا الزلمة مضيع معلم. رح يعملني مدام فوكس. بيرسم نفسية الإنسان ما بيرسم شكله. يعطيك ألف عافية. المحطة الثانية كانت مع فرقة غنائية للهنود. شو بعده مين؟ تفاعل مع هالموسيقى ونسي القيود ورقص بشوارع يريفان. يلا 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 باتشيتا أزنا سقعنا كتير. أما المحطة الثالثة كانت الأهم عند مروان، ديو غنائي من نوع آخر. عادي الشوم يا زيروشكي ناس بريبرنولي دو ألو فوق تطلع فوقي عم تطلع فوقي أنا ما بديش سكادت نفسنا Неделя на что все пройдет сказочным сном. Алла! Зачем отпуск на лесной народ? Та-рам-там-там-там. Зачем веселый хоробок? Зачем отпуск на лесной народ? Алла! المطبخ الأرمني متنوع جداً، فكان لمروان وقفة غدا بأحد المطاعم الأرمنية. شبه اللوبي بزيت تبع أمي. قام مروان بزيارة لأحد المعالم المهمة بيريفان وتمتع بمنظر خاطف للمدينة ولجبال أرارات الشامخة فوق يريفان. المعالم التاريخية مهمة جداً بأرمينيا، فقام مروان بزيارة لأهم هالمعالم. ما كان ممكن يتعرف على تاريخ أرمينيا وما يزور هالمعلم اللي بيمثل ذكرى لمجزرة الأرمن اللي صار عمرها 100 سنة. أرمينيا كانت تحت الاحتلال السوفيتي بالقرن التاسع عشر. بعد الحصول على استقلالها ارتفع تمثال للوالدة أرمينيا اللي بتجسد قوة النساء الأرمنيات بالتاريخ، وهالتمثال مرتفع على هالقمة المطلة على كل يريفان. مروان تعرف كمان على جمال طبيعة أرمينيا. للتعرف على منتجات هالبلد زار مروان أحد الأسواق الشعبية، دق أنواع عديدة من الحلويات والفواكه المجففة وتفاعل مع كل الموجودين. مش طيبة 1 and 1000 I want 2 and 1000 ريحة خبز اللافاش شدت مروان. لافاش كيرا أو كيرا كيرا نعم أنوش صحتين يعني أنوش أنوش.
نهاية زيارته تعشى مروان أطباق أرمنية على أصول. فظيع. وتعرف على الفن الأرمني بمشاهدة رقص أرمني تقليدي. سفرة مروان لأرمينيا انتهت، لكن رحلته بالأكاديمية بعد مستمرة ومخبيت له مفاجآت عديدة. واحد اثنين واو.